إطار الاحتفال بشهر التراث الجزائري، نظم قصر الثقافة مفدي زكريا في طبعته السادسة يوم الطبخ وفن المائدة الجزائرية، وهذا بمشاركة عظيمة من مختلف ولايات الجزائر بغرض عرض وتمثيل مختلف الأطباق التقليدية. المزيد من التفاصيل مع زميلة رشا مقران وأمين غرماس. في إطار تثمين رموز الثقافة الجزائرية، خصص قصر الثقافة مفدي زكريا طبعته السادسة تزامنا مع الاحتفال بشهر التراث، خصصه لفنون الطبخ الجزائري وفن المائدة. Cette année, comme à notre habitude, le Palais de la Culture se doit de montrer tout ce qui se passe, tout ce qu'on a comme patrimoine. Donc cette année, le patrimoine matériel et immatériel. Cette année, nous avons axé un petit peu sur ce que nous connaissons très bien, mais que nous n'avons pas. Que nous voulons montrer, c'est-à-dire la gastronomie algérienne. Nous avons une gastronomie, nous avons un art culinaire algérien et nous avons fait appel à toutes nos régions pour venir nous présenter le plat de la région. من خلال هذا المعرض الذي شاركت فيه العديد من الولايات، يبدو جليا الاختلاف في الطبخ الجزائري من منطقة إلى أخرى، مما يخلق حضارة وتراث غني وفريد من نوعه. مثل العاصمة الجزائر العاصمة بهذه المناسبة، تقاليد العاصمية اللي باش نحافظوا على التراث الوطني. جينا مثل ولاية زوزو في هنا في قصر الثقافة، جينا أكلات تقليدية نتاعنا نتاع أجدادنا نتاع أونسيان اللي تتمثل في أصناف الكسرة وأصناف الكسكسي. بعد تنظيم معارض تثمن الزجاج الفني، النسيج الفخار بما فيه الطبخ الجزائري وفن المائدة، فنحن في انتظار معارض أخرى لإحياء التراث الوطني والموروث الثقافي لأجيال مقبلة.